هتبقى بعدين على فكره يا بابا. ابعد بس ابعد. خلاص انت بقى خلاص ابعد ابعد. انت خربت بيوت انت والله. انا ما شفتش كده وهو بيدافع عنك كده ولا حاجه يا جماعه. في ده كان شغل وخلاص. دي قويه انت قويه وانا هعمل لكم محضر. انت حبيبي اوريك الشغل بقى المحاضر بيبقى عامل ازاي عشان تبطل تعمل كده في بنت الناس. محاضر محاضر انا ما شفتش كده صراحه. تلاقيش شغلنا زي ما احنا ما تلاقيش. خليها تضربك بقى. ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ تستهبل ولا مش واقفة؟ هي مش مالية عينك يعني؟ خلاص يا ايه الذوق دي؟ بس يا ماما خدي بقى خدي انا خدي القرف بقى. عادي اقعد بره. ايه هو بيتك؟ اقعدي يا عيني. بس بايدي سيب ايدي. برضه بتدافع عنها برضه؟ انا ما شفتش كده. انا مصدومة. في ايه حضرتك دكتور؟ ايه يا دكتوره بس مصدومه صراحه. شو دخلك في ايه؟ انا شايفه القرف. ايه بس طلع على الجنب. قرف ايه ده؟ بقول لك ايه ده؟ بس ايه دي؟ بقول لك ده روح بيروت وخد بالك بيروت يا بابا. ليه ليه يا بابا؟ كنت بتحبني سنتين قبل الخطوبه يا ولا ما كنتش عايزاك اصلا؟ انت مجنون فعلا والله. لا فريسك انت شارب ايه يا عم؟ انت شارب ايه انت؟ اوعى يا بنت. ايه يا رنا فين الباب ده؟ بس ابعد ابعد خلاص. ابعد ايه ايه؟ مش هتبني اسود خلاص يا يا ماما. قولي هاي امنا بعتها في ثانيه كده. انت عايزه ايه؟ مش رايح اكتب لك اللحظه بقى. ايه خدي ايه حرق والله وشيك عليها. حرق اسود ده شارب حاجه والله وشيك عليها. حلو. انت مالكش اللي في الزباله. ماشي انا ليا في الزباله عشان كده. انا ليك ليه مقهور يا بابا؟ كمل عليك شويه كلام. انا ماليش في الزباله عشان كده خطبت. انت ايه؟ انت يعني خلاص مش همك؟ خلصيه 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 انت بتتكلم؟ انت لا مش قادر اصدق. حرام عليك بنت الناس تعمل فيها كده. ربنا والله ما هيحصل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي ورينا تعملي. انت ما عندكش اخوات بنات؟ اه جميله يا حياتي. يا نهار اسود يا عمي. شوفي ماتك اياها. ايه ايه انت مش بتسمع كتير؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه ليه ليه؟ ده اللي عملتك ده. ما بفهم لك. مش انت شرحتيها؟ فرحانه اتنين بيتخانقوا عليه طبعا. خلي جيب لي واحده. دخل تقول لبستها تاني ليه؟ انا حر. بس انا بدي واحده الماس. مش بتدير لها حياتي والله. مش بتدبله والله. اه ما هو بالقرف اللي علينا صح؟ شايف القرف؟ شايفه؟ اوه ماي جاد. فرحان طبعا. اتنين بيتخانقوا عليك عندك يعني. اوه ماي جاد يعني ما حقيقي. ما شاء الله. انا بتخانق عليهم. انا حبيبي انا مقلب. تعالي اقعدي بقى هنا عشان تطلعي كده. بس لا تعاليلي تعاليلي. لا انا اتضربت بالقلم.